أكيد ده اللي النهارده النادي الاهلي وشركه استادات بيقوموا بيه، البنيه التحتيه الرياضيه اللي على اكمل وجه النهارده بدانا بالصعيد. دايما بنتكلم عن انه المواهب وعندنا مواهب وعندنا شباب ولازم يطلعوا، ازاي الشباب الصعيد يستغلوا الفرصه ديت اللي من ذهب في اعتقادي في تنميه مواهبهم بقى. من خلال الاكاديميات الولاد الصغيرين بعد ما كان انا بشوف موهبه كويسه قوي وبروح علشان اخده من وسط اهله واجيبه مثلا النادي الاهلي علشان اقعده في الاستراحه ويبقى بعيد عن اهله وبتاع، يبقى عندي انا في الصعيد، عندك في اسوان، اسيوط، المنيا، هيبقى يا دوبك حاجه بسيطه حتى ممكن يحضر التدريبات بتاعته ويرجع. فالمواهب اللي موجوده هيبقى لما النادي الاهلي يبني او مع شركه السادات يبقى في اكتر من مقر، زي ما عملنا في الاختبارات كنا بنروح نلاقي الولاد على اعلى مستوى. لكن صعوبه ان انا انقل ولد صغير اجيبه للنادي دي عمليه، التنقلات دي يا كابتن عادل صعبه جدا. صعبه جدا. لذلك كنا بنوفر على الولد انه يبقى جاي مرهق جدا عشان نعمل له اختبار جوه النادي الاهلي، فكنا بنروح نعمل الاختبار في نفس المحافظه، فالولد بينزل من بيته يجي على الاختبار مرتين ثلاثة عبال ما نشوف موهبته، بناخد العناصر اللي هي اللي احنا محتاجينها كمستوى النادي الاهلي، والعناصر الثانية بنخلي الاكاديميات تشتغل في الحتة دي، وبالتالي بعد المشروع انا بعتبره عملاق وعبقري، لان في بعض الزملاء احيانا بيطلع يجامل يقول لك احنا عندنا استادات، لا مفيش الكلام ده، يعني في بعض المحافظات مفيش الاهتمام اللي احنا بنسعى له كدوله، ومفيش بنيه اساسيه زي اللي حضرتك او كلنا شفناها، ان استاد على اعلى مستوى، استاد يعني ملعب كره رسمي، عندك مدرجات، عندك مبنى اجتماعي، عندك صاله مغطاه، عندك حمام سباحه اولمبي، فكل اللي شفناه وشايفينه قدام حضراتكم ده اعتقد مش من فراغ، ودي بنيه اساسيه اكتر من رائعه. كمان بتزود روح الانتماء للنادي الاهلي، حضرتك عارف يعني، انا عارف انا من الصعيد وعارف معظم الناس الصعايده اهلاويه، لما تواجد النادي الاهلي في وسطهم ده كمان عمليه الانتماء بتكون اكتر شويه، الولاد الصغيرين اللي هيلاقوا متنفس ليهم بالنسبه للرياضه، فبنيه اساسيه اكتر من رائعه بصراحه يا كابتن. في 17 تواجد محافظة الاهلي في الصعيد، في 17 كمان محافظه كنا لما بنروح بنقعد 4 ايام. انا يعني رحت مرتين ثلاثه الغردقه، وجبنا حتى شفنا ولدين بيلعبوا في دينيزي في ايطاليا اخذناهم، وولد اسمه ريتشارد وولد تاني اخوه، ودلوقتي بيلعبوا في ايطاليا، والدهم مصري ومتجوز طلياني، كان هداف الدوري عندنا، قعد 3-4 في قطاع الناشئين في النادي، والولد طبعا رجع تاني ايطاليا. فالمواهب دي لولا ان احنا رحنا وشفنا المواهب دي، طبعا ملاعب هناك ما كانش فيه ملاعب، في الشرم وفي في تور سينا ما فيش حاجه خالص، طبعا الاستادات الشركه العملاقه ديت لما هتعمل الطفره ديت ما فيش شك هتبقى انجاز رهيب جدا. وطبعا النادي الاهلي اعتقد انه البدايه ديت اعتقد ان هيعقبها اماكن ثانيه، بحيث ان احنا برضو اهلنا في سينا وفي في الصعيد وفي في الدلتا طبعا هيبقى ليهم دور، ودي الحاجة اللي هتميز النادي الأهلي. على ما بعدين كنا لما بنروح المحافظة بيبقى عيد فعلا، 4 أيام بنلاقي الأعلام في النادي الأهلي، الولاد لابسين التيشيرت بتاع النادي الأهلي وماشيين في الشارع طبعا. المحافظ بيجي يحضر الاختبارات بتاعتنا، المحافظ يجي يتفرج على ويحضر الاختبارات، فكان فعلا زي ما أنت بتقول كل الناس أهلاوية بيعشقوا النادي الأهلي، عيد صحيح. عيد 4 أيام الناس فرحانه. انا بعت احد الزملاء تامر حفني، طبعا تامر حبيبي يعني، في الشرقيه وهم ماشيين 60 عربيه وراهم بيضربوا نار احتفالا والله اللي هي الحاجات اللي تعرفها السعيد الحاجات اللي احتفالها ضرب النار. وبعدين بقى كل يوم ضيافه بقى ايه بعد ما خلصوا الاختبارات، يعني كرم ضيافه غير طبيعي، فهو ده النادي الاهلي.